بقى ابن مصر اللي في 3/7 يقف يقدم نفسه جيش وأولاده ويمكن أحفاده. تعملوا في كده؟ بلد اللي صعب أي محنة تهزها، نورها رجع من تاني بإذن شعبها، ما يجيبهاش غير رجالها فترة وراحت لحالها، الجاي يدينا واحنا برضو الظهرة. بلد اللي صعب أي محنة تهزها، نورها رجع من تاني بإذن شعبها، ما يجيبهاش غير رجالها فترة وراحت لحالها، الجاي يدينا واحنا برضو الظهرة.